خلال فقرة مطبخ إيديال. ابتكري في تحضير أحلى ديسير منعش باستعمالك منتوجات إيديال من ليموس، ليفلون وليغلاس، وفوزي كل يوم مجموعة منتوجات إيديال، وكذلك كل شهر بمجمد من النوع الرفيع. هاد الصيف نبرعوا الحباب أحسن ديسير مع إيديال. كيف العادة كانت توقفوا في هذا الوقت باش كان نشوفوا الإبداعات ديالكم في مهرجان ديسير من خلال التواصل معنا على الرقم ديال الواتساب اللي هو 0669707029. كتعطيونا اقتراحات زويونة بزاف صراحة ما شاء الله عليكم، لكن اللي كيخليهم ما نختاروش هو أنكم ما تكونوش كاتبين الاسم ديالكم أو ما تكونوش حاطين المنتوجات اللي استعملتيه في القلب ديال الديسير ديالكم، ديسير بالغلاس أو الفلون أو لا يعني بالكريم شانتي أو الموس، يعني الحاجات اللي انتم ما اختاريتوها باش أنكم تشاركوها معنا. اليوم غنمشيو جميع مدينة قنيطرة مع سمية. سمية صباح النور. صباح الخير اختي جميلة، كي دايره؟ لاباس عليك، امورك هانيه؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. يعني تبارك الله عليك، الله يحفظك. درتي جوج ديال الوصفات ياك؟ عفاك سمعيني غير من التليفون. انا كنسمعك من التليفون حيت الصوت ديالي تيرجع. ها انا حيت كنت واقفه نشرجم. واخا يلا دونك جوج الوصفات. انا نختار الوصفه ديال تشيز كيك. واخا ياك، صراحه زوينه ومنظرها غزال والصوره زوينه صراحه، ياك حتى المذاق زوين. زوين الليمون عيشه فهاد الصهد هذا. اجي ناخذ المقادير والطريقه ديال التحضير والمنتوجات اللي استعملتي في القلب ديالها سميه، تفضلي. واخا اختي. مرحبا. خديت اول طبقه، خديت طبقه ديال الكيك، درت فيها واحد بيضه، درت عليه مليحه شويه واحد الفاني ايديال، خلطت كل شيء مزيان، ضفت عليهم ثلاثه المعالق ديال الفانيده، ثلاثه المعالق ديال الزيت، وانا كنخلط ثلاثه المعالق ديال الحليب ولا عصير الليمون. من بعد ضفت عليهم واحد ربعة المعالق ديال الفورت غربلته، وضفت واحد نص خماره ماشي كامله، حيت المول صغير درته غير في المول صغير. صافي خلطت كل شيء مزيان، درت واحد تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الخل. صافي دخلتها، درتها في المول، دخلتها طيب طيب. من بعد ما طابت خرجتها، درت الطبقه الثانيه، درت فيها نصيطه الحليب، درت واحد الفلون ديال البنان، بنكهه البنان ديال ايديال. درت ثلاثه المعالق ديال مايفين، ودرت ثلاثه المعالق ديال الفانيده، ودرت خنيشه ديال الزهر بنكهه الذهب، بنكهه الزهر ديال ايديال. نعم. هذا اللوغو ديال البنان مع الزهر كيجي زوين صراحه. صافي خلطت كلشي مزيان، درته فوق البوطه حتى بدا كيعقد ليا. صافي من بعد كبيته فوق الطبقه الثانيه. ايوه. ودرت باش نوجد الكراميل، درت فيه كاس ديال الفانيده في واحد المقله ما كتلصقش. مع كنخليه حتى كيذوب، من بعد كنضيف عليه كاس ديال المسخون. من بعد كنضيف من كيتحجر ليا شويه كنبدا نخلط، وخا هكاك راه نعطيو شويه الخاطر راه كيتسكر. حيت بزاف الناس ملي كيبدا يتحجر الكراميل كيسحبوا تخسر اولا تحرق. لا بالعكس، راه واخا هكاك راه غير يكملوا ويبعدوا وجههم حيت كيبقى يطير بحال كيبقى يطير كيطير. واخا شكرا بزاف. كندير واحد ربع كاس ديال الماء، كنديروا فيها معلقه ديال المايسن وحده، وكنخلطو مزيان. اون فوا كيدوب لينا داك الثاني ديال مع الماء، كنكبوها وكنبقاو نحركو حتى كيبقى لينا الخليط. من بعد كنضيف واحد جوج مرصوا ديال الشوكولا ابيض. ايوه. صافي راه كتكون الصلصه واجده، كنكبوها من فوق داك الطبقه الثانيه ديال الكيك. صافي زوقت انا بدانون على داك بياغورت. بياغورت هي. صافي وكتقدم بالصحه والراحه، راه كتجي صراحه زوينه بزاف. صراحة أنا كنشوف كتقول لي المول صغير، أنا جاي المول هو هذاك. لا المول هذاك حيت كيكونوا ثلاثة، هذاك الصغير. هذا الوسطاني الصغير. فوالا، ولكن راه تبارك الله عليك لا شكلا زعما صراحة زوينة، حتى في المكونات اللي ذكرتي والطريقة غتجي رائعة جدا. درتي لاباز ديال تشيز بالكيك أو بالجينواز تقريبا. تبارك الله عليك سمية. كنشكر بزاف، الله يبارك فيك أختي، كنشكر بزاف ديال صح عطاتنا هذه الفرصه باش نجربوا المنتوجات ديالها اللي الصراحه كينفعوا بزاف. بالصحه والراحه، ما تنسيش كذلك ان الرقم ديالك حتى هو كيدخل في القرعه الكبرى ان شاء الله، اللي يمكنك علاش لا، وكل المستمعات اللي كيشاركوا معنا انكم تربحوا مجمد ان شاء الله من نوع رفيع. ما عليكم الا تواصلوا بكثافه وتعطيوا دائما الديسير اللي كتشوفوه مناسب باش انكم تشاركوا به معنا من خلال التواصل على الرقم ديال الواتساب اللي هو 0669707029. وحد موفق للجميع. هاد الصيف نبرعوا الحباب أحسن ديسير مع إيديال. مع فقرة مطبخ إيديال شاركي في مهرجان ديسير، تكري تحضير أحلى ديسير باستعمالك منتجات إيديال من ليموس، ليفلون أو ليغلاس.
شاركي معنا الوصفة عبر الواتساب على الرقم 06-69-70-29 وفوزي كل يوم مجموعة منتوجات إيديال وكذلك كل شهر مجمد من النوع الرفيع.